تحط هذه الطائرة في إسطنبول وعلى متنها وفد روسي للمحادثات مع أوكرانيا. رغبة في التفاوض تبديها موسكو. كييف تعلن أنها راغبة أيضا قبل انطلاق الجولة الجديدة من المفاوضات في تركيا. فبعيدا عن لغة التصعيد المستمرة، يتحدث الجانبان عن ضرورة الحوار المباشر لحل الأزمة. ورغم صعوبة معرفة حقيقة النوايا، تبدو التصريحات مؤخرا أكثر إيجابية. هناك شروط روسية تتضمن عددا من الأمور ذات الصلة بحياد كييف ونزع أسلحتها، فضلا عن موضوع الأقاليم الأوكرانية التي تراها روسيا جزءا منها أو جمهوريات مستقلة. الكرملين من جانب تحدث عن أن المفاوضات السابقة لم تحرز تقدما يذكر وفقا للمتحدث باسمه، مستدركا أن التفاوض وجها لوجه وليس عبر دائرة الفيديو أمر مهم للغاية. أما لقاء الرئيسين بوتين وزيلينسكي فأمر لم ترفضه موسكو حسب وزير الخارجية لافروف. فإضافة إلى شرط نزع السلاح لا انضمام إلى حلف الناتو، لافروف يقول: لقد قال الرئيس إنه لم يرفض أبدا مقابلة الرئيس زيلينسكي. الشيء الوحيد الذي يعتبره أساسيا هو أن تكون هذه الاجتماعات مجهزة بشكل جيد. وإذا كان زيلينسكي طالب بوتين بأن يذهب إليه للقاء في تصريح بدا ساخرا أو قد يكون مستفزا للكرملين، فهو في المقابل تحدث عن إمكانية تحقيق الضمانات الأمنية والحياد ونزع السلاح النووي، لكن الأمر يحتاج إلى استفتاء أوكراني، كما أن هناك حاجة لضمانات من الرئيس الروسي ونظامه. هي ضمانات يطالب بها الطرفان على وقع المعارك الضارية والنزوح غير المسبوق في أوروبا منذ عقود، والمفاوضات تجري لإنهائها في إطار تسوية يقال إن الجانبين باتا أكثر رغبة بها، وكثيرا ما تبخر القول بأفعال تؤجج مزيدا من نيران الحرب، خصوصا أنها حرب تقف على هامشها أطراف غير مبادرة.